Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour une nouvelle vidéo. أعزائي التلاميذ هذه المره راح نتلاقاو ثاني بفيديو جديد. هذه المره راح ندير لكم الصفحه 52 والصفحه 53. داكوغ؟ وهذا الدرس خاص بالسنه الرابعه متوسط. اسكو سيكلا؟ دونك قبل ما نبدا في الفيديو نتمنى انكم جوزتوا الاختبارات ان شاء الله تكونوا كامل يعني خدمتوا غايه وان شاء الله تدوا ثاني نقاط شابه. فريمون كاع رانا ندعو لكم من قلوبنا وان شاء الله كاع تدوا دي بون نوت. فوالا دونك هذه هي ما تنسوش فقط بلي زعما خاصكم غير التركيز والمثابره والسعي ميم سيدي ما خدمتوش غايه في هذا الاختبار راه كاينه فرصه ثانيه في يعني في الدوزيام تريمستر وراه كاين التروازيام تريمستر يعني سيو في هذو لي تريمستر هذو تخدموا ميم سيدي ما خدمتوش هذه راه كاينه فرصه انكم تعوضوا كاع هاد النقاط في البيام يعني واحد ما يبقاش يقول بلي انا ما خدمتش في هذا الفصل الاول والزوج والثالث ايا ما غاديش ندير البيام هذه كاع ما كاش منها كاين دي زيلاف اللي شفناهم تلاميذ وين ما كانوش يخدموا كاع في العام تاعهم مي في فاجئونا فريمون في البيام وداو البيام تاعهم فوالا نتمنى كاع تكونوا ان شاء الله كاع اللي راه يتبع قناتي كاع غادي تربحوا ان شاء الله وراني متاكده يعني كل واحد يدير بالنصيحه تاعي ان شاء الله كاع غادي تدوا هذا يعني البيان تاعكم ان شاء الله الداينه داكوغ الوغ راح نبداو على بركه الله بالدرس نتاعنا Alors, أعزائي التلاميذ اليوم راح نقراو ماذا؟ راح نقراو nos étudiants les subordonnées de cause et de conséquence. بمعنى راح نقراو la cause et la conséquence. واش هي la cause هي السبب واش هي la conséquence هي النتيجة. Donc automatiquement راح نقراكم النص باللغتين العربية والفرنسية. D'accord؟ Donc عندي j'observe et j'analyse ولاحظ وأحلل. D'accord؟ La nouvelle vague de cinéastes, pardon, cinéastes algériens. يعني الموجة الجديدة للمخرجين الجزائريين. Donc راح نقرا النص. Chaque fois qu'il est réalisé un film algérien, يعني في كل مرة يحقق أو ينتج أو يخرج فيلم جزائري, c'est une victoire pour chacun d'entre nous. يعني هو عبارة عن إنجاز وانتصار لكل واحد منا. لماذا؟ Parce que l'Algérie a toujours été un pays de cinéastes. لأن الجزائر دائما ما كانت ماذا؟ Un pays بمعنى بلد ولا موطن للمخرجين. Et cinéphile, pardon, cinéphile, يعني رواد الإخراج. Est-ce que c'est clair? يعني هذا الكلام كامل اللي راني نشرح فيه شكون اللي قاله أو شرحه هنا إكسبليك وين شرحوا لنا هذا الكلام يعني هذا الشخص شرحنا هذا الكلام وين في قناة ميدل إيست آي يعني في قناة إنجليزية كيسموه داميان أونوري هذا داميان أونوري اللي عنده 53 سنة سيتان كوا هو عبارة عن رياليزاتور بمعنى مخرج أو منتج جزائري فرنسي فرانكو ألجيريان جزائري فرنسي دونك فوالا جزائري فرنسي أونوري و صوفيا جاما هادو شخصين هذا أونوري راجل وصوفيا جاما هي سيت اون فام فون بارتي كانوا جزء دو نوفيل جينيراسيون للجيل الجديد دو سينياست يعني للمخرجين الجزائريين داكور لوغز اوفر يعني اعمالهم اي تيلمون انتيريسانت بمعنى دائما ما كانت مهمه كال جات اون نوفيل لوميير بمعنى ما تلقي دائما الضوء أو نظرة جديدة أو ضوء جديد على مدى sur la bien pardon sur le cinéma algérien على السينما الجزائرية. Est-ce que c'est clair؟ أعزائي التلاميذ هذا في مخصص الدرس أو في مخصص النص نمر الآن إلى الأسئلة. Alors سؤال الأول واش قلنا؟ Pourquoi Damien Honoré؟ دونك هذا دامين قال لك لماذا هذا دامين أونوري أسيغ يعني كان متأكد أسيغتيل كو لا رياليزاسيون دان فيلم ألجيريان إت أن فيكتوار لماذا كان متأكد بلي عندما نحقق فيلم جزائري هو عبارة أو بمثابة متى بمثابة إنجاز أو إنتصار علاش دونك الإجابة راح تكون من النص باغسكو لأن الجزائر باغسكو ألجيري أ توجور إيتي دائما ما كانت أن بيي موطن لمن للمخرجين للسينياست اي دي سينيفيل بمعنى للمرواد الاخراج اسكو سي كلير السؤال الثاني كال لا كونسيكونس دو لا ريكونيسانس دو لافر دو سارتان سينياست الجزائريين واش هي النتيجه من معرفتنا لبعض اعمال بعض المخرجين الجزائريين دونك هنايا الاجابه راح تكون كالاتي لوغ اوفر اي تيلمون انتيريسون يعني دائما اعمالهم كانت مهمه كالجوت لانه تعطينا او تلقي اون نوفيل لوميير اضاءه جديده او نظره جديده على واش على سور لو سينما الجزائريين على السينما الجزائريه اعزائي التلاميذ هدف مخص النص والاجابه على الاسئله نمر الان مباشره الى غوتيان ونشوفوا كيسكون فاغوتونيغ Alors je retiens, donc on va voir qu'est-ce qu'on va retenir aujourd'hui. Donc je retiens, A,
عندنا exprimer la cause يعني باش نتكلموا على السبب signifie هذا معناه سي دوني نعطي ماذا لا raison la raison الاسباب نتاع هذا الايفينمون نتاع هذا الحدث او d'un comportement donc comportement هو السلوك نتاع هذا الحدث مي aussi justifier ses actes لكن مع تبرير الافعال هذه اذا دائما لا كوز واش معناتها لا كوز هي نعطي ماذا الاسباب D'accord, la raison, pardon, la cause, ça veut dire les raisons. Idem, مدو سبب لهذا الحدث أو لهذا السلوك نتاعنا مع تبرير هذا الحدث أو هذا السلوك أو هذا التصرفات. Est-ce que c'est clair? B, exprimer la conséquence. لما نتكلم على la conséquence هنا في هذه الحالة واش معناتها signifie معناتها montrer نظهر ماذا le résultat النتائج les suites تكملة الأحداث les effets يعني اثار دان اكسيون اثار تاع فعل ما او دان ايفينمون لحديث ما الحاجه اللي لازم تفهموها اعزائي التلاميذ سيكو كي نتكلموا على لا كوز رانا نتكلموا على لا ريزون الاسباب كي نتكلموا على لا كونسيكونس اوتوماتيكمون نهضروا على لو ريزولتا او النتيجه اسكو سي كلا نمر الان الى الجدول حتى نفهموا اكثر الوغ هنا اعزائي التلاميذ راح نشوفوا واش هما الادوات اللي نستخدمهم في لا كوز واش هما الادوات اللي نستخدمهم في لا كونسيكونس الوغ لي كونجونكسيون اي تورنور لي كونجونكسيون اي تورنور معناتها واش هي الادوات اللي راح نستخدمهم في يعني في لا كوز ولا في السبب اذا راح نبداو باول شيء هي لا كوز او السبب راح نستخدموا الكلمات الاتيه عندنا ا كوز دو غراس ا ايتون دوني فيكو en raison de وعندنا كذلك ك وعندنا اون في راح نشوفوا هنايا الكلمه الاولى يعني نتوما الحاجه اللي لازم تفهموها كي نعطيكم في امتحان ولا في اختبار ولا في فرض يعطوكم مثلا جمله ويقول لك هنا سطر لي على لو رابور لي راه موجود اذا تلاقيتي مثلا ا كوز دو ولا غراس ا ولا ايتون دوني ولا فيكو ولا اون raison de ولا ك ولا اون في هذا معناتها سي ان بروبوزيسيون دو كوز اسكو سي كلير هو سي اون بروبوزيسيون سوبوردوني دو كوز اسكو سي كلير اذا هنا نتكلموا على لا كوز اسكو فهمتوني هذه هي الحاجه اللي لازم تفهموها هنا راح نعطيكم مثال على ا كوز دو و غراس ا اسكو سي كلا دونك هنا ليكزامبل تاعنا واش هو لو سينما الجزائريان اي اون بلان ايسور بمعنى السينما الجزائريه راهي تزداد في التطور نتاعها غراس ا بفضل ماذا اون نوفيل جينيراسيون بفضل جيل جديد من الممثلين دونك حد كي نتلاقوا غراس ا هي عباره عن جمله ظرفيه هي عباره عن ماذا جمله ظرفيه اون غروب بريبوزيسيونيل شنو هي كلمه بريبوزيسيون او مجموعه بريبوزيسيونيل من حروف الجر حنا نعرفوا في اللغه العربيه كي يكون عندي حرف جر مثلا هو جار ومجرور الكلمه اللي موراها راح تكون مضاف اليه اسكو سي كلير دونك هنا نسموها غراس ا هنايا في الحاله هي سي فري بروبوزيسيون هي كومبليمون سيركونسانسييل دو كوز automatiquement c'est une groupe préposé بمعنى جمله ظرفيه اسكو سي كلير اذا هذه غراس ا هذه الحاجه لازم تفهموها باللي هذه ثاني تدل على السبب الجمله الثانيه راه معطينا بيكار دونك نشوفوا هذه كار واش هي قال لك لو سينما الجزائريان بمعنى السينما الجزائريه اي اون بلان ايسور car une nouvelle génération d'artistes est apparue. السينما الجزائرية في تطور مستمر car لمن une nouvelle génération يعني جيل جديد d'artistes من الفنانين est apparue بمعنى ظهر. دونك هنا في هذه الحالة car هنا تعتبر فيها في هذه الحالة نسموها une proposition indépendante نسموها جملة ماذا جملة مستقلة. داكور واش معناتها كلمة جملة مستقلة؟ معناتها ممكن أن نستغناو عليها ممكن أن نقلعوها وتصبح فقط le cinéma algérien et en plein essor est-ce que c'est clair donc هذه الحاله هنا ثاني هذه تعتبر سان كومبليمون سيكونسانسييل دو كوز حاجه لازم تفهموها هي توجور ان كومبليمون سيكونسانسييل دو كوز يعني تدل على السبب لكن غير باش نفهموها اكثر انه هي عباره عن جمله مستقله انديبوندونت est-ce que c'est clair هنا بروبوزيسيون انديبوندونت بمعنى مستقله واش معناتها مستقله معناتها ممكن انو نستغناو عليها est-ce que c'est clair هذا فيما يخص اعزائي التلاميذ لا كوز الاسباب نروحوا الان الى لا كونسيكونس باردون مازال ما كملناش اعزائي التلاميذ فيما يخص لا كوز كذلك من بين اسماء الكلمات او الادوات اللي نستخدمهم في لا كوز عندنا باسكو ايتون دوني كو فيكو سو بريتكست كو كوم بويسك دونك هادو كاع الكلمات راح نكتبهم لكم الان ونشرح لكم باللغه العربيه عندي مثال هنا مثلا يعني لو سينما الجزائريان اي اون بلان ايسور باسكو هنا تدخل هنايا بروبوزيسيون هنا تدخل لا بروبوزيسيون سوبوردوني اسكو سي كلير في الاولى كانت عندنا توجور كومبليمون سيكونسانسييل دو كوز كومبليمون سيكونسانسييل دو كوز لكن كي تكون عندك باسكو دونك هنا في هذه الحاله باسكو كوم سادير هنا تكون عندي بروبوزيسيون سوبوردوني سيكونسانسييل دو كوز علاش قلنا بروبوزيسيون سوبوردوني باسكو راهي عندي هنايا كو باسكو اسكو سي كلير اعزائي التلاميذ هذا فيما يخص لا كوز نمر الان الى لا كونسيكونس الوغ الان اعزائي التلاميذ راح نتكلموا على لا كونسيكونس ولا النتائج واش هي الكلمات اللي راح نستخدمهم عندنا دونك
Alors, par conséquent, c'est pourquoi. Est-ce que c'est clair? Donc, هادو كامل راح نعطيكم عليها أمثلة. Donc, هنايا une nouvelle génération d'artistes est apparue. هنالك جيل جديد من الممثلين ظهر. Donc, هنا راح نمدوا النتيجة. Donc, le cinéma algérien est en plein essor. إذن, واش هي النتيجة كي ظهروا عندنا هاد المنتجين ولا هاد الفنانين؟ هنالك أو السينما الجزائرية إن بلان إيسور بمعنى هي في ازدهار وتطور. دونك هنا هذه الحالة الجملة أنا سطرنا لها اللي تجي مور دونك اسموها بروبوزيسيون انديبوندونت توجور هي جملة مستقلة كومبليمون سيكونسيال دو كونسيكونس حذاري دائما كتلقاوك دونك معناتها لا كونسيكونس. المثال اللي بعده كذلك عندنا في مخص لا كونسيكونس عندنا سي بيان كو دو سورت كو دو فاسون كو تيلمون كو tant que c'est que alors qui c'est pour nous عندنا هادو toujours يدلوا على la conséquence اي النتيجه عندنا هنا مثال une nouvelle génération d'artistes هنالك او جيل جديد من الفنانين est apparu est apparu بمعنى ظهر c'est bien que donc هذه الجمله كامله c'est bien que le cinéma يعني هنا عندنا النتيجه c'est bien que le cinéma algérien est en plein essor بمعنى هنا السينما الجزائريه يعني في تطور مزدهر هذه الجمله اللي انا سطرنا عليها proposition subordonnée circonstanciel علاش قلنا subordonnée parce que فيها que est-ce que c'est clair donc تولينا proposition subordonnée circonstanciel de conséquence هذا اعزائي التلاميذ ما خص لا كوز لا كونسيكونس دونك راح نمروا ديريكتومون راح نشرح لكم هذه الكلمات واش معناتهم باللغه العربيه اذا ابقوا معي. Alors, comme vous l'avez dit, les élèves, nous avons la cause, c'est le sebeb, la conséquence, c'est la natija. Nous avons grâce à ce que nous avons dit, c'est le fait, étant donné que nous avons dit, en raison de, vu que nous avons dit, donc, إذن, sous prétexte que, تحت ذريعة ذلك, يعني تحت ذريعة بمعنى الإنسان كي يختلق, ذريعة هي مثلا مشكلة, تحت ذريعة ذلك, alors il y a even ou thumma par conséquent natija lidhalika adna de façon que lidhalika c'est pourquoi li hadha sabab en effet fi lwaqi' adna puisque bima anna donc voilà puisque bima anna et ma akhiran adna consacre bima'na karasa. Est-ce que c'est clair? كرسة معناتها بذل بذل ذلك الجهد. هذا أعزائي التلاميذ في مخص الكلمات راني كتبتهم باللغة العربية. نلتقي الآن مباشرة إلى التمارين. Exercice numéro 1, je suis en train de me. Donc, exercice 1, je recopie les phrases suivantes. En soulignant, je vais vous les propositions circonstancielles de cause. Le peintre Alphonse Estien, Dinette, connu plus tard sous le nom de Nasreddin Dinet يعني بدل الاسم تاعو الى Nasreddin Dinet après sa conversion à l'islam يعني بعد دخوله الى الاسلام a consacré l'essentiel de son œuvre à Bousaada et à l'Aghwat يعني الاعمال تاعو ولات في بوسعاده وفي الاغوات vu qu'il avait un amour sans fin pour cette région بعد حبه الذي لا ينسى لهذه المنطقة. إذن هنا بما أنه راه عندي vécu donc هذه c'est une proposition subordonnée de cause وبما أنها proposition circonstancielle de cause راح نسطروا من vécu حتى آخر النقطة. Est-ce que c'est clair? نمر للجملة الموالية. Tous les Algériens connaissaient Ali Sellalou. Donc, tous les Jazaïriens يعرفوا هذا Ali Sellalou. علاش دوك نعرفوا السبب اللي يسمينه Alalou. Donc, parce que c'est le père fondateur لأنه الأب اللي صنع لنا أو اللي دشن ماذا le théâtre algérien المسرح الجزائري. Donc, هنا parce que donc هنا c'est la proposition circonstancielle de cause. Alors, منها حتى النقطة نسطرو. Comme le Hajj Mohamed Al-Anqa a toujours été populaire, بما أنه دائما كان هذا الحاج العنقا دائما كان شعبي, alors beaucoup هنا طبعا السبب beaucoup de chanteurs limite يعني يبغوه بزاف ولا دخلوا في هذا السبب. إذن هنا بما أنه عندي كولز لا كوز اللي هي يعني شيء الحاجة اللي خلت العديد من المغنيين يدخلوا في هذا المجال تاع الغناء الشعبي. علاش؟ لأنه السبب الأصلي هو أنه الحاج محمد العنقا كان دائما ما هو شعبي ويغني أغاني شعبية يعني داخل في الشعب كأنه وفرد من افراد الشعب. دونك هنا بما انه عندي كوم سا سي لا كوز دونك راح نسطروا من كوز حتى البوبيلار. اما اخر جمله نول نو بو اينوري ولا واحد فينا قال لك يستطيع اهمال لا كاليتي دو سينما الجزائريان يعني نوعيه السينما الجزائريه ايتون دوني كو
qu'il a été récompensé لأنها كوفئت dans des différents festivals في العديد من المهرجانات أو مختلف المهرجانات internationaux العالمية. Donc هنا بما أنه عندي étant donné que donc automatiquement هذه c'est la cause donc c'est une proposition circonstancielle de cause إذن راح نسطر أكيد من étant donné que حتى آخر نقطة. أعزائي طلاب هذا في مخصص التمرين رقم واحد نمر للتمرين رقم اثنين. L'exercice 2, واش طلبوا منا سي لا ميم شوز كيما ليكزارسيس نيميرو 1 مي سيت فواسي طلبوا منا انه راح نعاودوا نكتبوا جو ريكوبي لي فراز سويفونت راح نكتب الجمل الاتيه ان سولينيو لكن هذه المره راح نسطروا على لي بروبوزيسيون سيركونسيال دو كونسيكونس يعني على النتيجه اذا تبعوا معايا الجمله الاولى سيت ارتيست ايتي تيلمون ادولي دو فول دونك كون ينيريجا ايريجا une statue à sa mémoire يعني هنا بما انه راه عندي ديما كتلقاو تيلمون حنا في لا كونسيكونس تلقاو تيلمون و ثلاث نقاط كو اذا تيلمون كو اذا راح نبداو تسطروا على تيلمون وتروحوا تسطروا على كو اورا حتى الاخر نقطه فهمتوني علاش ما سطرناش حتى الكامل لانه دائما هنايا حنايا واش عطاونا قال لك تيلمون كو اذا تسطروا على تيلمون وتسطروا على كو الجمله اللي بعدها قال لنا le festival de la chanson populaire بمعنى مهرجان الاغنيه الشعبيه est apprécié par les amateurs اذا هو يقدر من طرف محبي الموسيقى الشعبيه سي بيان كيل اورغانيزي دو فوا بار اون لهذا يعني نظم مرتين في العام او في سنه دونك هنا بما انه عندي سي بيان كو دونك سي بيان كو هي لا كونسيكونس اذا راح نسطر من سي بيان كو حتى اخر نقطه سي لا فوار ناسيونال دو لارتيزانات دونك يعني هذاك يعني المهرجان ولا الوطني للحرف اي تيلمون بوبولير يعني دائما كان شعبي كان اتير ان غران نومبر دو توريست و يجذب العديد من السياح ولا اكبر عدد من السياح بما انه عندي تيلمون وكو دونك راح نسطر على تيلمون ونسطر من كو حتى اخر نقطه Est-ce que c'est clair, Nokta? Donc, à l'akhira, le prix de ce tableau de maître est si élevé qu'il a été retiré des enchères. يعني بما انه هذا التابلو يعني تاع الرسام كان غالي بزاف حتى وين كان وضع في المزاد العلني. Donc, l'enchère بمعنى المزاد العلني. Donc, هنا بما انه عندي سي bien que ou la c que donc هنا راح نسطر من سي حتى اخر نقطه تقولوا سي ال في كي اي تي روتيري دي زانشير اعزائي التلاميذ هدف مخصص التمرين رقم 2 نمروا الان للتمرين رقم 3 Alors, ma question l'exercice numéro 3, on a assez terminé avec je complète les phrases suivantes. On va commencer la جمل الاتيه. Donc bien sûr avec un rapport de cause ou bien de conséquence, راح نشوفو. Normalement de cause. Donc elle adore visiter les musées. إنها تحب زيارة المتاحف parce que علاش? Parce qu'elle, bon, هنا يعني عاودتها مرتين, donc هي مرة واحدة, donc نقولوا parce qu'elle trouve des tableaux de maître, لأنها تجد يعني لوحات فنية راقية. الجملة الثانية لا سيناتيك دالجي لا سينماتيك دالجي يعني اللي عدوين نتلاقاو يعني تاع دار الإخراج في الجزائر أ بروغرامي يعني نظمت أن سيكل كونساكري يعني دا يعني دورة مخصصة في سيدي علي كويريت سي بيان كو لهذا لي جون الناس سون بوسكويلي pour avoir un billet d'entrée yani الناس راهم يعني تزاحمون لحصول على billet ولا un ticket d'entrée yani billet للدخول le directeur de notre collège yani المدير نتاع المدرسه نتاعنا او le CM نتاعنا a exposé les reproductions des différents peintres algériens yani خرجنا العديد من اللوحات للفنانين الجزائريين de sorte que من خلال هذا لي زيلاف واش داروا لي زيلاف سون كونتون دي لي ديكوفري يعني التلاميذ راهم فرحانين باش يكتشفوا هاد اللوحات هنا عطاونا في الديبو حنا نمدوا لا كوز تاعنا قال لك لي توني كوم عندنا فارغ توجو قلت لكم كوم تجي مع فارغ ويعطيو حنا السبه لي توني تراديسيونيل بمعنى الالبسه التقليديه سون excessivement chères, et bien غاليه بزاف donc comme elles sont indispensables à nos fêtes بما انها متوفره في اعراسنا donc les tenues traditionnelles بمعنى الالبسه التقليديه sont excessivement chères بمعنى غاليه جدا اعزائي التلاميذ هذا فيما يخص ليزيزيرسيس دو 1 اي 2 اي 3 جيسبر كو هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير بيان سور اذا ليزيرسيس 3 بما انه مانيش انا يعني متاكده ما غادي تسالوني بزاف وتقولوا مانيش واضح راح نكتب لكم في لي كومونتير سينون سي فو افي دي كيسيون نيزيتي با ا ميكري دون لي كومونتير جو فو ام تري فور تشاو تشاو على لا بروجي فيديو